السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات النجوم. اليوم ان شاء الله نحضر العصير ديال الزازا، كيجي لذيذ بطريقة سهلة وناجحة. نبدأ بالمقادير ديالنا. كنحتاجو جوج ديال الافوكات الحجم الكبير، واحد الفلون العادي، البنان، كنحتاجو التفاح، كنحتاجو ايضا الكراميل رويال، نص لتر ديال الحليب، البسكويت، السكر، القرقع واللوز اللي كنكونو سبقنا وحمرناهم، اوريو، والشوكولا ديال كيت كات، والسيجار. كنبداو ان شاء الله بطريقه تحضير الطبقه الاولى، وهي عباره عن طبقه فلون. كنحضروا الفلون ديالنا العادي بطريقه عاديه، كنعملو فوق العافيه مهيله حتى كيعقد علينا الفلون. من بعد كنخويوه في الكيسان ديال اللي غنقدمو فيهم العصير ديال الزعزع. على هذه الطريقه هذه، من بعد كنخلوه حتى كيعقد كيبرد الفلون مزيان، عاد كنحضروا الطبقه الثانيه، وهي عباره عن كيف كتشوفوا معنا الفلون ديالنا عقد. كنضيفوا له الفواكه، اي فواكه، نوع الفواكه. انا هنا عملت التفاح والبنان مقطعين الى اشكال صغيره. هنا كيف كتشوفوا فعملت بسكويت، كذلك نضيفوا شويه ديال الصوص ديال الكراميل. احنا كيف كتشوف معنا فعملنا الطبقه الثانيه، الان هنعملو الطبقه الثالثه، وهي عباره على عصير لافوكا. هنا كناخدو لافوكا ديالنا من بعد ما نقيناها، كنضيفو لها شويه ديال السكر على حسب الذوق، وكذلك الحليب، وكنطحنو العصير ديالنا حتى كنحصلو على العصير يكون خاطر. من بعد ما عصرنا العصير ديال الافوكا كنصبوه في الكؤوس على الطريقه هذه. الان هنبداو الطريقه الطبقه الرابعه، وهي طبقه التزيين. هنا كيبقى التزيين ديالكم على حسب الاختيار، ولكن الطريقه اللي معروف بها العصر ديال زازا فهي الطريقه ديال الاوريو، كيت كات، شوكولا كيت كات، سيجار. واي انواع ديال المكسرات، يعني هنا نعمل شويه ديال اللوز، عملت شويه ديال القرقع. يمكن لكم ايضا تضيفوا شويه ديال الكاجو، شويه ديال الزبيب، يعني اي حاجه عندكم متوفره في البيت يعني كتعملوه. في الاخير كنزينو كراميل. هالعصير ديالنا وجد، كنتمنى يعجبكم العصير زازا، كنتمنى تجربوه، كنتمنى ايضا المشاركه ديالكم في قناه حلويات النجوم. تبقوا على خير، السلام عليكم.